احتفل الآباء الجدد بقداسهم الأول بين أهلهم وذويهم، حيث ترأس الأب جوزيف سويس قداسه الكهنوتي الأول في كنيسة قلب مريم الطاهر للاتين في الفحيص، بحضور المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن، وعدد من المطارنة والأباء الكهنة من مختلف الكنائس الرسولية والراهبات ووجهاء ومسؤولي الفحيص، وجموع من المؤمنين وفرق الكشافة والشبيبة. نسألك إذن متضرعين أيها الآب أن تقدس بذلك الروح عينه هذه القرابين التي آتيناك بها، فتتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا. سنقيم هذه الأسرار المقدسة. وفي كلمة للأب سويس قدم فيها شكره وامتنانه لكل الذين شاركوه فرحته بالرسامة الكهنوتية، جاء فيها: مهيبة وعظيمة هي لحظة رسامة الكاهن ليصبح أيقونة الله على الأرض. مهيبة وعظيمة هي لحظة رسامة الكاهن ليصبح أيقونة الله على الأرض. نسمعه فنبتسم أو نبكي لأنه يذكرنا بقضية. هو الذي يجب أن يسمعنا كلاماً نظيفاً، والمدينة تحتاج كلاماً نظيفاً يتفوه كلاماً متجهاً للقلب، وللقلب طريق واحد وهو الروح. في البدء كانت المحبة، وستبقى المحبة دائماً هي التي تخلق فينا من نقاء اللون الأزرق ما يكفي لصنع سماء أخرى لهذا الكون. في مسيرة الكاهن نحو كهنوته ولادة جديدة في مكان آخر، هو البيت الكبير سيمينير بيجالا. هو هجرة لمساحات جديدة. هناك من الجرة الواحدة شربنا وسقينا وارتوينا، من الصحن الواحد أكلنا وأطعمنا وشبعنا وأشبعنا، وعلى أرض واحدة ركعنا وصلينا وسجدنا ورتلنا وأصبحنا وأمسينا. في بيت جالا روح المحبة والعشرة والعائلة تجمعنا، بيننا ركعة وسجود ومسبحة وردية وشموع وتراتيل وضحكات ودمعات، أي بيننا خبز وملح ومحبة. وفي الجنوب في محافظة الكرك عمت فرحة الرسامة بلدة السماكية، حيث ترأس الأب صقرح جزين قداسه الكهنوتي الأول بين أهله وذويه ومحبيه في كنيسة القديس ميخائيل اللاتين، بحضور المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، وعدد من الأباء الكهنة من مختلف الكنائس الرسولية والراهبات وجموع من المؤمنين وفرق من الكشافة والشبيبة. الرب معكم ومع روحك أيضا، لنرفع قلوبنا إلى العلا. لنشكر الرب إلهنا ذلك أمرنا. وعبر الأب حجازين في كلمته عن عميق شكره لجميع إخوته الكهنة من مطرانية اللاتين والمعهد الإكليريكي والأهل والأصدقاء في بلدة السماكية، وأضاف: نحن الكهنة بشر ضعفاء، نلتمس منكم الصلاة لأجلنا، فنحن خدام لكم. أشكر الله في الدرجة الأولى على ما منحني من نعمة في خدمة جسده، أنا غير المستحق، وشكرا لكم أنتم من القلب إلى القلب يا من أتيتم من مختلف الأماكن لتشاركوني الشكر لله والفرح في بداية خدمتي في حقل الرب. وهنا اسمحوا لي أن أخص بالشكر لأشخاص كان لهم الفضل لما أنا عليه اليوم. أولاً أود أن أشكر المعهد الإكليريكي في بيت جالا الممثل بالكهنة، وعلى رأسهم قدس الأب جمال خضر رئيس المعهد الإكليريكي، والمرشد الأب حنا سالم الذي رافقني في السنوات السابقة،
فقد كنتم وستبقون لي الأهل والإخوة. فمن خلالكم أشكر المعهد الذي سيبقى البيت الكبير الذي عشنا بين جدرانه مدة 14 عاما، فقد عشت فيه أكثر مما عشت مع أهلي وفي بيتي، ولم أشعر بأي نقص أو حاجة. حينها تيقنت صدق من قال واختبر أن من ترك أبا أو أما من أجل اسمي نال 100 ضعف.